سلام. منتجات شركة حياتنا، عمركم فكرتوا كيف كانت البداية؟ أكثر من 6000 بقرة يتم إنتاج الحليب الطازج منها يومياً للمستهلكين من خلال العلامة التجارية الأسرع انتشاراً لمنتجات الألبان في الدولة الوطنية للألبان حياتنا. في هذا المكان طبعاً اللي هو يسمى المحلب الآلي، 80 خانة لـ80 بقرة يتم حلبهم 3 مرات في اليوم بإنتاج سنوي يقدر بأكثر من 31 مليون لتر بمعدل أكثر من 85 ألف لتر حليب يومياً. أعلى معايير النظافة والجودة والأمان، أول ما توصل الألبان توصل لهذا القسم. في هذه الخزانات يتم معالجة الألبان وتوزيعها على باقي الأقسام بأعلى التقنيات وأحدث التقنيات الموجودة في المجال. في هذا المكان يتم تصنيع أكثر عن 150 منتج بدون أي تدخل بشري بأحدث التقنيات الحديثة المتعلقة في هذا المجال. فخور جداً بمنتجنا الوطني، اللهم بارك.